تنموياً الآن، قامت لجنة استعلامية بزيارة لبرج باجي مختار تم من خلالها معاينة واقع التنمية المحلية في الولاية، خاصة ما تعلق بقطاعات الصحة وحالات الطرقات والتجارة والوقوف عليها من أجل معالجتها بالتنسيق مع الجهات الوصية. أحمد طمري رصد التالي. بالنسبة لقطاع الصحة في بلدية تيمياوين يعني يعاني من كثير، من يسر حوايج يعني تخصنا في البلدية نتاع تيمياوين. فما مدى بينا يعني البيعة الاستعلامية هذه يعني توصل للمعاناة نتاع المرضى والمعاناة نتاع حتى يعني الطب اللي راهم مقيمين معانا هنا ويخدموا يعني ودايرين مجهودهم، الله يبارك فيهم. تنظر لهم يعني الإدارة الوصية ولا الوزارة الوصية بعين تلبية يعني المطالب نتاعهم. أرى أنه للنهوض بقطاع الصحة لابد من هيكلة مديرية الصحة بالأساس رقم واحد، وفتح المصالح الرئيسية بالمستشفى المختلط، وتزويد قطاع الصحة بالإمكانيات اللازمة والمورد البشري النوعي. موجودين اليوم في ثانوية برج باجي مختار في هذه اللجنة الاستعلامية اللي جينا من مجلس الأمة، عندنا من أمر من سيد رئيس مجلس الأمة سيد صالح قوجيل. طلعنا على عدة نقاط، منها نقاط تبع لقطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الإدارات. شفنا إدارة تاع الولاية، شفنا في ظرف قصير جدا بعض أمور راهي مشات بسرعة، ووفرت الدولة وفرت كل الأمور الضرورية لبداية عمل الولاية. ونطمئن إن شاء الله مواطني ولاية برج باجي مختار أننا اليوم عرفنا الجزائر العميقة من خلال هذه الولاية، ويمكن يعني لعلني أكون في بعض الشيء صادق، أنا من ولاية خنشلة يمكن لا تختلف كثيرا في بعض الأمور إلا في اليد العاملة، هذا يعني شيء مهم جدا جدا. أما في التجهيزات وفي كثير من الأمور ما شاء الله لاحظنا يعني نقص، أو لابد من إعطاء أهمية كبيرة للطرقات على مستوى الولاية، لأن يكاد مواطن بلدية باجي مختار أن يكون منعزلا بالنسبة للطرقات المهترئة حاليا.